أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.